أهلا بكم. ما الذي يجري في تعز ولماذا يحدث ومن المستفيد من ذلك وما انعكاساته على حياة المواطنين؟ أسئلة قلقة تفرضها اللحظة الراهنة التي تشهدها تعز. تساؤلات أخرى يستدعيها السياق من قبيل من المستفيد من تعقيد الأوضاع في المناطق المحررة في المدينة وكيف يمكن تجاوز خلافات فصائل المقاومة؟ أسئلة سنناقشها في حلقة هذا الأسبوع من برنامج المنصة، لكن قبل البدء باستقبال اتصالاتكم نذكركم بإمكانية المشاركة معنا من خلال أرقام الهاتف وأيضا التواصل المباشر من خلال صفحة القناة على الفيسبوك. لدينا اتصال الأخ ياسين العقلاني. أهلا بك ياسين. أهلا وسهلا أخ ياسين. كيف تصف ما يحدث في تعز من وجهة نظرك؟ في الحقيقة في تعز لا يختلف، ما يحدث في تعز لا يختلف كثيرا عن ما يحدث في عدن، وهو صراع بين مؤسسات الدولة والكيانات الموازية التي تحاول أن تضع نفسها بديلا عن مؤسسات الدولة وأن تقوم بالمهامات التي تهمش مؤسسات الدولة وتضع الجميع أمام السلطة غير قانونية وتدفع بها إلى مرحلة الفوضى كما هو حاصل في عدن. لا يختلف كثيرا عن في تعز لا يختلف كثيرا عن ما يحدث في عدن، وهو التوجه الذي هو التوجه نفسه الذي بدأ يتشكل منذ قبل عام في محاولات لإفراغ السلطة الشرعية من كونتها، وبعد أن تم إحداث شرخ داخل الفصائل المقاومة وحالة الاستقطاب من قبل الدولة في التحالف العربي التي تحاول أن تضع الدولة أمام خيار واحد وهو إدخال المواجهة العسكرية، وهذه بكل يعني أصبح أمرها واضح للجميع. طيب أين هي الدولة؟ لماذا لا تفرض هيبتها؟ الدولة الآن في مرحلة التشكل، لدينا جهزة عسكرية وأمنية بدأت تتشكل من أفراد المقاومة الشعبية، وهي تحاول أن تتواجد بأقل الإمكانيات، وتعز كما تعلمون أنها خارج اهتمام الحكومة الشرعية والتحالف العربي، وهناك شكاوى يعني هناك نداءات ومن قبل قادة الجيش، أما الجيش في تعز لم يتسلم أسلحة ولم يتسلم دعم، هنا الموظفين لم يتسلموا رواتبهم، وفي المقابل الدعم يتوجه لكيانات غير ترفض أن تنضوي داخل مؤسسة الجيش، وهذا أحد الأسباب الرئيسية التي تعقد الأزمة. شكرا. طيب قبل أن أشكرك، من وجهة نظرك ما الحل لما يحدث داخل تعز؟ الحل يكمن في إخضاع جميع فصائل المقاومة للسلطة العسكرية وتوزيع هذه المجاميع المسلحة في إطار الألوية العسكرية، وأي كيان أو مجموعة مسلحة ترفض الانضواء يتم تصنيفها على أنها جماعة خارجة عن القانون ومواجهتها، وهذا يتطلب دعم أو يعني قرارات عليا من رئيس الجمهورية والحكومة ودعم مؤسسة الجيش باحتياجاتها من أسلحة ودعم بكل ما تحتاجه للقيام بمهامها، إضافة إلى ذلك أن تعز لم تعيش فراغ السلطة المحلية، أن المحافظ غير متواجد ولا استطاع العودة بسبب أنه تعرض لضغوطات ومن هذا القبيل، وهنا يتطلب على الرئيس هادي أن يتخذ قرار بتعيين محافظ آخر، ما طالما أن المحافظ السابق لا يستطيع مزاولة مهام من داخل المدينة، وهذا ما أحدث حالة من الفوضى في إطار السلطة المحلية، هناك كل وكيل يريد أن يكون هو صاحب القرار، وهذا حدث تداخل في الصلاحيات. شكرا لك ياسين. اتصال آخر، الأخ محمد الأغبري. أهلا بك محمد. أهلا وسهلا فيك أخي سامي. محمد، كيف تنظر لما يحدث في تعز؟ بالنسبة للصراعات الحاصلة في تعز، أعتقد أن الأغلب منا صار مطلع على الأوضاع الحاصلة في اليمن وفي تعز على وجه الخصوص. في الفترة الأخيرة والفترات السابقة ما حدثت من صراعات أول شيء أثرت بشكل كبير على المواطن البسيط، مثلا من حيث لاحظنا أن الذي يتأثر في الصراعات هم المواطنين بسبب القصف العشوائي وأيضا تقطع مصالح الناس، تتوقف والمدارس والمواصلات، هذا بالنسبة لما يشكله على المدنيين وسلامة المدنيين. أما بالنسبة إذا لاحظنا أنه الأطراف المتصارعة في تعز دائما تتجه
للاسف الشديد اصبح الشارع عندهم المتجه الوحيد، اي جهه او كيان يتصارع مع الفصيل الاخر يذهب مباشره لقطع الشوارع، واصبح كانهم هم القوه الموجوده فقط في تعز، متناسين انهم ليسوا الوحيدين في الحالمه تعز. اغلبنا يعرف ان تعز كانت سابقه شبه خاليه من هذه الفصائل، او بالاصح كانت موجوده ولكن لم تجد البيئه المناسبه لكي تظهر هذه الفصائل الى العامه، لان ابناء تعز يرفضون مثل هذه الفصائل والتكتلات. طيب ما الذي تغير الان لتجد فرصه مواتيه لها لان يكون لها حضور؟ نستطيع القول انه غياب الدوله هو السبب الرئيسي. يعني الان لا تشديد تعز بدون محافظ، والمحافظ بعيد، واصبح كل قائد في تعز يشوف نفسه هو القوه الموجوده على ارض الواقع، يفرض نفسه بالقوه على باقي الكيانات. لكن طيب حتى عندما كان هناك محافظ في تعز كانت هذه الفوضى والانفلات موجوده. كانت موجوده ولكن مش بالشكل اللي ظاهر الان بالشكل الاخير. يعني الان مثلا موجود فصائل مثلا ابو العباس كان في الفتره السابقه كان يخترق المشاكل مع الطفل اللي هو غزوان، وكنا نقول يمكن غزوان هو المؤثر، يمكن غزوان كذا، والان اصبح مع اللواء الفعالي، واصبح يعني يمكن نقول التحالف، بغض النظر كمان التحالف لا يريدون ان تتحرر لعده اغراض. اولا ان بعض الفصائل الموجوده في تعز هي لا تنتمي لسياسه الامارات ولا تنجر الى نحو سياسه الامارات، يريد التخلص منها، يريد يظهر تعز على انها فيها صراعات، فيها اختلالات، وانهم ما سدوش مع بعض، كيف يسدوا مع الاخرين يعني. طيب برايك ما الحل؟ بالنسبه للحلول هناك حلول كثير. اول شيء يوجد معنا في تعز لجنه امنيه، يفترض انه كل المهام داخل المدينه تكون من مهام اللجنه الامنيه، انزال الشرطه العسكريه للشوارع، حمايه الامن في المحافظه، توحيد هذه الفصائل بحيث تعمل تحت مظله الجيش الوطني، توحيد الاعلام بحيث يكون هناك جهه اعلاميه. طيب نزلت الشرطه العسكريه وقامت بممارسه مهامها وخونت. كيف؟ الشرطة العسكرية كان لها دور في ضبط الوضع لكنها خونت من بعض الأطراف، لم يعجبها أداء الشرطة العسكرية. للأسف هذا الحاصل بالضبط. احنا في تعز اللي موجود في تعز انه مش مسدين، اولا سياسيا الأحزاب مش مسدين، وثانيا الفصائل، يعني ممكن اقول ان الشرطة العسكرية تابعة للجهة الفلانية وابدأ اشغل اعلاميا والمواقع التواصل الاجتماعي ضدها، ما تخدم سياسة الإمارات، ما تخدم سياسة أطراف معينة يعني. شكرا لك. شكرا. اتصال آخر الأخ محمد الحكيمي، أهلا بك محمد. أهلا أخي سامي. كيف تتابع ما يحدث في تعز؟ في تعز فوضى تبنى بسلاح، باستهداف المواطنين، بعرقلة حياة المواطنين في تعز، إثارة الصراع وتعقيد الصراع يضر المواطنين ويهدد السلم الاجتماعي ويزيد من اوجاعهم، يعيق المواطنين من الوصول الى مقرات اعمالهم والطلاب الى الجامعات والمدارس. هذا الصراع حول تعز الى مدينه اشباح، انتشار المسلحين الخارجين عن القانون، اطلاق الرصاص، الاشتباكات العشوائيه. دائما ما يكون هذا الصراع ضحيته مواطنين لا ذنب لهم. اخي سامي، هذا الصراع لن يتوقف، سيطول، لان هناك قوى تريد السيطرة والإقصاء لقوى أخرى وترغب ببقاء الأوضاع في تعز بحالة مزرية حتى يتمكنون من تحقيق أجندتهم. للأسف هذا الصراع سيستمر لعدم وجود العقلاء، لعدم وجود المسؤولية من السلطة الشرعية تجاه تعز، وكأن تعز تعاقب بهذا التهميش بعدم الالتفات لقضاياها ومشاكلها الداخلية. طيب تقول لغياب السلطة الشرعية عن تعز، لكن لا يفترض أن القيادات العسكرية الآن وقيادة الجيش المتواجدة داخل تعز هي تتبع هذه السلطة الشرعية، إذن لماذا تختلف فيما بينها ولا تحافظ وتؤدي مهامها الموكلة إليها داخل المدينة، والتي من على رأسها أو على رأس القائمة ضبط الأمن داخل المحافظة؟ القيادات العسكرية في تعز للأسف تسير على أهواء حزبية. في تعز لم يبنى الجيش بالشكل الذي كنا نحلم به أو نطمح له، بني الجيش
بشكل حزبي ولم يكن بمعايير علمية مدروسة. ونحن اليوم نؤكد بضرورة الالتزام بتطبيق الرؤية التي أجمع عليها كل القوى السياسية في تعز، وهو البرنامج المحلي والذي نتمنى أن نراه يطبق في الواقع من أجل عمل معالجات للأوضاع في تعز في الجانب العسكري والأمني وكذلك الإداري والمالي. نحن نؤكد على ضرورة تصحيح الاختلالات التي رافقت عملية دمج المقاومة بالجيش ومراجعة كل القرارات في المواقع العسكرية. هذه المواقع العسكرية وهؤلاء الشخصيات العسكرية في تعز للأسف لم يتحملوا مسؤوليتهم في وضع الحلول والمعالجات، بل ذهبوا للاستماع لآراء وتوجيهات القوى السياسية التي تسيرهم هنا في تعز، وهذه حقيقة مرة يجب أن يسمعها الكثير. للأسف تعز لن تكون، ضيفك السابق تحدث بأن تعز لن تكون للإمارات، أيضا تعز نحن نريدها أن تكون لتعز فلن تكون لقطر أو غيرها. كذلك نؤكد أن أبو العباس وجماعته في تعز هم مع تعز، ولكن نتمنى من الجميع أن يستمع لأبو العباس وأن يقترب من أبو العباس لكي يعرف أن أبو العباس هو مع تعز، هو مع الشراكة الحقيقية التي يجب أن تكون في تعز. لم يعترض أبو العباس أحد، بل هناك حملات إعلامية وهناك افتعالات للمشاكل واختلاق المشاكل معه، آخرها كان الاعتداء على وكيل المحافظة الشيخ عارف جامل وقائد الشرطة العسكرية الذي منع من باب من الوصول إلى مقر عمله، والسبب يعود لأنهم كانوا بموقف المحايد ولم يتجهوا لمواجهة أبو العباس كما يريد بعض الأطراف. شكرا جزيلا لك محمد الحكيمي. نذهب لمتابعة بعض الآراء التي وصلتنا من خلال الواتساب حول موضوع هذه الحلقة، وأذكر بإمكانية المشاركة والتفاعل معنا والمجال متروك للجميع للتعبير عن وجهة نظر عما يحدث في تعز وتأثيرات ذلك على حياة المواطنين، وأيضا ما هي الحلول من وجهة نظركم، وإلى أي حد هناك تفاؤل بالاجتماعات التي تحدث واللقاءات واللجنة الأمنية داخل تعز، هل هي قادرة على فعل شيء؟ هل ما زال أبناء تعز يملكون قرار المحافظة أم لا؟ نتابع. بالتأكيد من سيدفع فاتورة هذا الصراع المسلح في تعز هم المدنيون وخاصة الأطفال والنساء. بالحقيقة لن يخرج أحد المستفيد من هذا الصراع الذي يدور في المحافظة، ومن يظن أنه سيخرج مستفيدا فهو مخطئ وسيكون هو الأكثر تضررا من هذا الصراع، وستلاحقه لعنات الناس، ولا سبيل للخروج من هذا الصراع سوى دمج وتذويب المقاومة في الجيش وسحب السلاح من جميع الفصائل المسلحة. تعمل على تزايد أعداد الضحايا من المدنيين الذين ليس لهم علاقة بالصراع الدائر، وكذلك تعمل على تنامي وتواجد الجماعات المتطرفة والإرهابية والخارجة عن القانون. المستفيد من هذا الصراع هم الجماعات الميليشيات الإنقلابية. إذا تابعنا بعض هذه الآراء، لدينا اتصال. ألا حسام، أهلا بك حسام. السلام عليكم. وعليكم السلام. حسام، بداية كيف تتابع ما يحدث في تعز؟ والله يا أخي العزيز ما يدري في تعز للأسف، والله أنه وضع المفروض تعز هي تكون المحافظة الأولى في الدعم، ولأن شبابها وهم الذين ضحوا وهم الذين موجودون في جميع الجبهات، ولكن للأسف نلقى هناك اتخاذ من قبل التعارف الشرعية لدعم. طيب يا حسام، أطلب منك فقط لو ترفع صوتك قليلا حتى أسمعك بشكل واضح. تفضل يا حسام. نعم أخي العزيز، في تعز كثيرا بالصعام وكثيرا الاشتباكات التي يقودها أبو العباس، حيث أن أبو العباس طيب أشكر حسام، أعتذر منك، يبدو فقدنا الاتصال. اتصال آخر،
وسام. اهلا اخ وسام. اسامه في سياق الحلقة أيضا حصلنا على فيديو لاجتماع للجنة الأمنية عقد اليوم في مدينة تعز، نستعرضه لكم. أهلا الأبطال. أهلا وسهلا حياك الله. أهلا. السلام عليكم ورحمة الله. الآن أنا في مقر السلطة العسكرية، مقري الدائم ومعسكري كقائد السلطة العسكرية، والذي حصل هو سوء لبس وحل في نطاق القيادة العسكرية ممثلة بالأخ قائد محور تعز، وهذه ونحن خاضعين للإجراءات والتوجيهات والأوامر العسكرية، ولا يوجد أي شيء من الذي حصل وانقرت وراءه وسائل الإعلام، وهذه اللبس في نطاقه الصحيح وهو المؤسسة العسكرية. إذا تابعنا هذا الاجتماع أو للجنة الأمنية، كان في الاجتماع حاضر ربما قائد محور تعز خالد فاضل وأيضا قائد الشرطة العسكرية ومدير الأمن وبعض القيادات الأمنية والعسكرية داخل محافظة تعز. لدينا اتصال. أسامة القرشي، أهلا بك أسامة. حياك الله عزيز أسامة. أسامة، كيف تصف ما يحدث في تعز ومن المتسبب فيما يحدث وانعكاساته على المواطنين؟ طبعاً ما يحدث في تعز هو صراع بين قوى تقليدية تبحث عن النفوذ فقط والسيطرة والتمكين. طبعاً هذه الجماعات كانت ضمن مظلة مشروعة هي مقاومة الانقلاب وما تتعرض له تعز من اعتداء، لكن هذه الجماعات تغيب عنها رؤية أو فكرة الوطن، ولديها مشاريع تمكين فقط، مشاريع لديها رؤية معينة لدولة مصبوغة بالصبغة الإسلامية، تتصارع على من الذي يمثل الوجه الإسلامي أو الدولة الإسلامية، وتفتقد لرؤية ما معنى دولة مدنية وما معنى أن يكون هناك تعايش مجتمعي مدني مؤسسي. هذه الجماعات في الأساس تنضوي تحت رداء المقاومة، ولكنها للأسف الشديد تحولت قضيتها من الدفاع عن تعز إلى قضية نشر النفوذ والتمكين لأعضائها والتمكين لنفسها، بحيث تصبح هي القوة المسيطرة التي تعتبر نفسها الممثلة للدولة الدينية. طيب برأيك ما الحل لما يحدث وكيف يمكن وقف دوامة هذا الانفلات داخل محافظة تعز؟ الحل الوحيد هو أن يكون هناك جيش وطني هو الذي يكون متواجدا في وسط المدينة. هذا الجيش الوطني يجب أن يكون جيشا له خبرة وله امتداد سابق في العمل العسكري، ولا يكون مرتبطا بجماعات، بحيث يتم تدويب اي افراد يريدون الانضمام تحت هذا الجيش، بحيث تصبح لهم علاقه بقياده مستقله بعيده عن التكتلات او تلقي اي توجيهات من اي تكتلات اخرى. طيب الان هناك جيش وطني داخل تعز وقياده محور عسكري ومؤسسات عسكريه وامنيه. للأسف الشديد أن هذه الجماعات أو أعضاء هذه الجماعات انضموا تحت إطار هذه القوى العسكرية والمدنية دون التخلي عن صبغتها الميليشياوية يعني، وصبغتها التي تمثل يعني صبغة الميليشيا، وارتباطها بقياداتها التي تتلقى التوجيهات منها. وهنا كان ينبغي أن يتم تدوير هذه الجماعات بحيث أنها تصبح معزولة عن تلقي أي توجيهات أو معزولة عن الانسياق وراء توجيهات قياداتها الخاصة البعيدة عن أي إطار رسمي. طيب شكرا جزيلا لك أسامة. اتصال آخر. نور الدين، أهلا بك أخ نور الدين. أهلا فيك.
نور الدين، كيف تتابع ما يحدث داخل تعز، وباعتقادك إلى أي حد ما يحدث من حالة صراع أوجد ربما حالة من الانقسام بين الناس داخل المحافظة؟ في الحقيقة أبناء تعز يعيشون أوقات صعبة بسبب الحرب المستمرة لقرابة 3 سنوات، هي حرب بكل ما تحمله كلمة، حيث يعيش أبناء تعز وهم مستعدين للموت في أي لحظة، أولا بسبب القصف الإجرامي الذي تشنه ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، ثانيا وهو الأهم باعتقادي هو معركة الدولة وتفعيل كل مؤسساتها. كلنا نعلم أن الحرب الحقيقية والأصعب هي تفعيل الدولة وبناؤها، بناء الدولة وتفعيل المؤسسات هي الآن تعتبر الحرب الحقيقية أمام المناطق المحررة. والذي نلاحظ أن هناك قوى لا تريد لهذا المشروع النجاح، حيث كل مواطن يمني يرى أنه أمل كل اليمنيين من أجل أن نذهب، يعني الآن اليمنيين ينظرون إلى مشروع مؤسسة وتفعيل مؤسسة الدولة والمشروع الذي سينقذ اليمن وسيجنب كل الناس من هذه المعاناة. أيضا المستفيد أيضا نحن نلاحظ أن هناك جماعات الآن تعمل في خارج إطار الدولة أو الجيش الوطني، لكن هي تستخدم الجيش الوطني كمسمى للوصول إلى رغباتها الشخصية. أيضا نحن الآن نرى أن المستفيد من هذه الفوضى بدرجة رئيسية هي ميليشيات الانقلاب المتمثلة في قوات الحوثي والصالح الانقلابية وكل أعداء الدولة والمواطن اليمني. طيب برأيك من خلال الأحداث الأخيرة تفضل. من خلال الأحداث الأخيرة يوجد كل أبناء تعز وكل أبناء اليمن هم عارفين أن الحل هو الحل لتجنب هذه الصراعات، وهو حل أستطيع تلخيصه بنقطتين. النقطة الأولى هو دعم الجيش والأمن ودمج فعلي لكل القوى تحت إطار الجيش الوطني. النقطة الثانية هو على كل القيادات أن تتعامل مع الجهات الرسمية في الدولة، ما أقصد هنا قوات التحالف، يجب على قوات التحالف التعامل بشكل رئيسي مع الحكومة الشرعية وأن لا تتجاوز هذه الحكومة بالتعامل مع قيادات، هي تتجاوز الآن بالتعامل مع قيادات ميدانية، وكما شاهدنا أن هذه القيادات هي ما تتسبب في عرقلة وتفعيل مؤسسات الدولة وأيضا الإنفلات الأمني والكثير من المعاناة التي وصل إليها أبناء تعز، وتمادي بعض القيادات التي خرجوا عن إطار الدولة والولاء قد تكون لجهات أخرى. طيب شكرا جزيلا. أيضا الدولة تحتاج إلى فرض هيبة الدولة، لأن لا أن يقوم مثلا التحالف بدعم بعض قيادات الفصائل، وحيث لاحظنا أن هذه الفصائل تتمرد على قيادتين وعلى كل مواطن يمني بشكل عام وتعز بشكل خاص، أن يعلم أن أي تحرك لأي قوى خارج إطار الدولة هو إهدار لكل التضحيات وجر البلاد إلى مستنقع الفوضى والدمار والقتل والإرهاب. شكرا جزيلا لك. وينضم إلينا من تعز عبر الهاتف أيضا عبد الباسط البحر، نائب المتحدث باسم حوار تعز، أهلا بك. حياكم الله أخي العزيز وأهلا وسهلا بك. العقيد عبد الباسط البحر، المعذرة فقط الأخ المعد لم يذكر لي صفتك، شكرا لك. سيادة العقيد، فقط إذا كل ما حصلت مشكلة داخل مدينة تعز هناك تساؤلات تطرح لدى المواطنين عن المتسبب فيما يحدث وما هي الأسباب الحقيقية ولماذا تتكرر هذه الأحداث وحالة الفوضى التي تعيشها مدينة تعز، هل لديكم أي إجابة مقنعة للمواطنين؟ حياكم الله أخي العزيز، وحيا الله السادة المشاهدين لقناتكم، ونشكركم كثيرا على الاهتمام بتعز وقضايا تعز. الحقيقة أخي يعني توجد إشكالات سواء في تعز أو غير تعز، لكن أحيانا لعدة عوامل ولعدة أسباب نجد تضخم بعض القضايا أكثر من الحجم الطبيعي، تأخذ حجما أكثر من حجمها الطبيعي. طيب أنتم كيف تصف كمتحدث عسكري ما يحدث في تعز؟ ما يحدث في تعز تخوض معركة تحرير بكل معانيها، بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى.
تعز تخضع تحت عملية حصار مطبق وشديد من الميليشيا الانقلابية. تعز تعيش حالة من عدم وجود المؤسسات التي دمرتها الميليشيا الانقلابية بشكل كامل. تعز يوجد فيها كثافة سكانية وازدحام عمراني وتوسع كبير، وبالتالي لابد أن تحدث بعض الاحتكاكات وبعض الاختلافات هنا أو هناك. تعز يعني تعيش أكثر من طيب من لدي سؤالين لك سيادة العقيد. إذا كانت تعز ما زالت تعيش حالة الحرب، لماذا لا توجه هذه الأسلحة وهذه الإمكانيات يعني الإمكانيات القتالية نحو عملية التحرير؟ لماذا هي تدور فقط داخل صراع داخل تعز؟ وعلى ماذا هذه المماحكة البسيطة؟ على ماذا الاختلاف؟ ما هي المصالح التي يتم التصارع عليها داخل تعز اليوم؟ هل أنت متأكد أنه فقط داخل المدينة هذه الأسلحة؟ ومن يحمل المدينة في كل جبهاتها؟ لا، أنا أقصد حالة الاقتتال التي تحدث داخل تعز هي أكيد أنها تتم بأسلحة ورصاص وقذائف، وهناك إمكانيات كثيرة، هي لا تتم برشاشات الماء يعني. يعني أيضا لفظ الاقتتال غير 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 دقيق بهذا المعنى. يعني قلت لك تحدث اختلافات معينة، تحدث اختلالات أمنية، تحدث بعض الاختراقات من جماعات خارجة عن النظام والقانون، تحدث بعض الإشكاليات نادرا. هذا يحدث مثل ما يحدث في أي محافظة سواء كانت تحت قبضة الميليشيات أو كانت في المناطق المحررة، يحدث أعظم وأسوأ مما يحدث في تعز. تحدث يعني أحيانا بعض ردود الفعل غير المنضبطة، بعض الانفعالات، بعض الدوافع الموجودة، يعني تحدث إشكالية بين أفراد أو جماعات، ثم يتدخل الدولة ويتدخل الجيش بكل حزم وبكل قوة ويعيد ضبط المسار ويعيد ضبط الأمور إلى نصابها ويخضع الجميع لمؤسسات الدولة، عدا بعض الشذوذ هنا أو هناك. وهذا يجري أيضا يعني بعدة طرق، سواء الطرق الخشنة أو الطرق الناعمة، يعني جعل الجميع في بوتقة واحدة وفي اتجاه واحد وفي هدف واحد يشترك فيه الجميع. أقصد الأحداث يعني لم تجد الناس. طيب سيادة العقيد، اليوم داخل تعز في المسألة الأمنية من له الكلمة الأولى داخل تعز والقادر على ضبط الوضع؟ الجيش الوطني والمؤسسة الأمنية والشرطة العسكرية، واليوم ما يتم، وأيضا في الأول والأخير الوعي، وعي المواطن، تجاوب المواطن، تعاونه، مساندته للحاضنة الاجتماعية الموجودة. هذه كانت هي الرديف الأساسي وكانت هي النسق الثاني للجيش الوطني والمؤسسة الأمنية، لأنه كما تعلم أنت ويعلم الجميع في الداخل والخارج أن مؤسسات الدولة تم تدميره، لا يوجد أي إمكانيات للمؤسسات الأمنية. الشرطة التي نشأت حديثا، يعني نشأت في وسط، وجد في وسط المعمعة وفي خضم الحالة الموجودة، وبالتالي يعني ولذلك تجد أنها تحملت شيء كثير وتحملت أمور كبيرة جدا، لأنه وجدت إمكانيات غير موجودة، وجدت حالة من الشلل وعدم وجود المؤسسات، وقد يكون بعض الاختلالات. صحيح أنه مؤسسات الدولة الموجودة داخل تعز ربما هناك إجماع من قبل القيادات العسكرية أنها تعاني من شحة في الإمكانيات وبساطة في الإمكانيات المتوفرة لديها، لكن لماذا عندما تقوم بعض هذه الأطراف بأداء مهامها، على سبيل المثال الشرطة العسكرية، هناك من ينتقد هذا الأداء ولا يقف مساند وداعم لها؟ لماذا محاولة التوظيف وتحييد أي طرف وتوزيع المؤسسة الأمنية والعسكرية بين الأطراف داخل تعز، بين الأطراف المتصارعة أقصد؟ لا يوجد هذا. أولا التوزيع بين الأطراف للمؤسسة الأمنية والعسكرية قرار الجيش وقرار سيادي، قرار واحد. قيادة الجيش هي قيادة لها تاريخ عسكري ولها حنكة ولها خبرة، وأيضا تمارس الضبط والربط العسكري والسيطرة على كل وحدات الجيش ومؤسساته وألويته، والتعامل بحسب الأنظمة واللوائح العسكرية المتعارف عليها وبحسب التراتبية وبحسب التواصل سواء مع المستوى الأعلى
في القيادة العليا أو مع المستويات الدنيا. فقضية أنه يتنازع أكثر بهذا أمر غير موجود تماما. الموجود مؤسسة واحدة، قرار واحد، خاصة مؤسسة الجيش والأمن، وهي يعني جزء أساسي ورئيسي من تربيتها قضية الانضباط والأمر العسكري والتقيد الصارم بالتوجيهات والأوامر العسكرية للقيادة والتراتبية والأقدمية. هذا أمر مفروغ منه. قضية طيب. أن يوجد من لا تعجبه تصرفات الدولة أو يعني يقف ضد عمل وأداء الجيش والأمن والشرطة وغيرها من المؤسسات الموجودة، هذا لكل قاعدة شواذ يعني متعارف عليه. لا يمكن أن تجد الإجماع وبدون شذوذ، لابد أن يأتي شذوذ هنا وهناك ويتم التعامل معه وفق الإجراءات المتخذة. طيب الآن ما هي الإجراءات المتبعة لضبط الوضع داخل تعز؟ هل فقط ما يحدث من اجتماعات أمنية؟ البعض يصفها بالاجتماعات الشكلية ربما، وأنها لا تقدم ولا تؤخر، وربما نشهد جولات قادمة من عودة هذه الخلافات والصراعات داخل تعز. لا أخي الكريم، الاجتماعات هي تقوم باتخاذ قرارات والقرارات ملزمة، وهناك الآن عدة إجراءات تم اتخاذها. الآن تم تشكيل حملة أمنية، هذه الحملة الأمنية اشترك فيها كل الألوية العسكرية وكل الأجهزة الأمنية وشرطية وغيرها، بحيث يعني يتم إحضار أطقم وأفراد وآليات عسكرية من عدة ألوية وقطاعات وجبهات، يتم من خلال ذلك مواجهة أي اختلالات قد تنشأ هنا أو هناك، فيتم مجابهته من خلال إخراج هذه الحملة الأمنية. تم إنشاء غرفة عمليات مشتركة، هي من تتلقى البلاغات وهي من تصدر الأوامر وهي من توجه بالتحرك وبالتعامل مع الموقف الناشئ وباتخاذ اللازم. وأيضا هناك يعني تم تقسيم المحافظة والمدينة إلى مربعات أمنية، وأيضا تم تكليف الألوية العسكرية بالتنسيق والتعاون مع إدارات الأمن ومديرية المديريات بحفظ الأمن في نطاق الجبهات والمربعات المتواجدين والمساحات المتواجدين فيها. هناك عدد من السلسلة من الإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها وتكليف معنيين بمتابعتها، ومن أجل أيضا هناك الإشكالية الرئيسية ربما تبدو في موضوع المناطق والمربعات داخل محافظة تعز، أنها ما زالت تتبع جهات، وتعز مقسمة الآن وتحديد المناطق المحرمة بين هذه الجهات والفصائل المسلحة. ما الذي يمنع أن تسلم كل هذه الأطراف المؤسسات للدولة؟ لماذا وإلى متى ستستمر حالة التقاسم في المواقع والتباب والمناطق داخل مدينة تعز ما بين الفصائل المسلحة؟ إن شاء الله يعني ما تبقى من شيء بسيط في هذا الذي ذكرت يتم يعني التعامل معه وتسليمه، والأمور جارية في هذا الاتجاه. إن شاء الله يتم تسليم جميع المؤسسات وإلى المؤسسات الرسمية ولمؤسسات الدولة، وهذا هو المأمول من العقلاء. وما يسير عليه الآن القادة والعقلاء والحكماء وحتى تعاون الجميع من أجل ترسيخ، والجميع في حقيقة يعني ما نلمسه وما نسمعه من الجميع أؤكد على هذا، أن الجميع ينشد الدولة وأن الجميع خاضع يعني لسلطة الدولة وأنه مستعد يسلم المؤسسات إلى الدولة الحاضنة والحامية للجميع. شكرا جزيلا لك العقيد عبد الباسط البحر، نائب المتحدث باسم المحور العسكري في تعز، شكرا جزيلا لك. عن موضوع هذه الحلقة أيضا وصلتنا بعض التعليقات من خلال الفيسبوك نستعرضها لكم. الأخ خليل يقول: عدم وجود الدولة وعدم ذوبان المسميات والفصائل في الجيش، المستفيد بالدرجة الأولى الميليشيا الانقلابية وتجار الحروب من قيادات المسميات التي لا ترى وجودها مع وجود الدولة ومؤسساتها. الأخ صلاح يقول: يؤثر الصراع الحاصل في المدينة بين فصائل الجيش أو فصائل المقاومة سلبا على الحياة بتعز بشكل عام، فالمواطنون والباعة وطلاب الجامعات والمدارس متضررون بشكل كبير، ويخلق لديهم حالة من الرعب والهلع والخوف مع كل اشتباك وتحصد مدنيين هذه الصراعات. يقصد
المستفيد الأول أكيد هم الانقلابيين، وكذلك من يفتعل هذه المشاكل ليستأثر بالتسلط على المدينة بمفرده هو المستفيد من افتعال هذه الصراعات وتغذيتها. لن تتجاوز تعز هذه الخلافات ما لم يتم دمج عناصر المقاومة في إطار الجيش بالدمج الفعل الحقيقي مع ضرورة تشتيت أفراد هذه الجماعات في عدة ألوية عسكرية وإزالة مظاهر اللا دولة وفتح مقرات للتدريب، كذلك تفعيل أجهزة الأمن داخل المدينة كما فعلت أثناء تواجد الوفد الحكومي، وبقدرة قادر انتهى الأمن مجرد ذهاب الوفد، ما يعني أن هناك من لا يريد لهذه المدينة أن تعيش بسلام. الأخ أسامة يقول دائما ما يكون الضحية في مثل هذه الاشتباكات هم المدنيين، أما المستفيد هي الإمارات لأنها تريد أن توجد لها حزام أمني في تعز بقيادة أبو العباس لمهاجمة الإصلاح كما يفعلون الآن في عدن، اعتقالات واختطافات لكل فرد يتبع حزب الإصلاح أو أي شخص ينتمي للحزب، والحل هو دمج كافة أفراد المقاومة في إطار جيش موحد وقيادة موحدة بعيدا عن المسميات الحالية. الأخ باسم يقول لنسمي الأمور بمسمياتها، الصراع هو بين أنصار المخلوع وشباب الثورة، تقدر تقول الجزء السابع من المسلسل. طيب إذا كانت هذه بعض المشاركات من خلال الواتساب، إذا كان لدينا اتصال. طيب يبدو أننا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج المنصة، في الختام شكرا جزيلا لكم على المتابعة وتحية طاقم البرنامج، في أمان الله.